مهما تحدثنا لنتوقف عند هذا الكم الهائل من السحر والخيال، الرحلة الجميلة لبواطن الأرض والنشأة الأولى لكل هذه الأصالة الحقيقية للعالم. مصر الجميلة التي أرخت سيرتها في قلوبنا وفتحنا لها أعيننا لنطال ما نستطيع من جمالها، كانت ولا زالت أيقونة السياحة والحضارات في الوطن العربي. عندما نتحدث عن السياحة في مصر نتحدث عن 13% من إجمالي الناتج للدخل القومي في مصر سببته السياحة، وكذلك نتحدث عن الحدثين الهامين واللذان يعني ارتبط بهما قلوبنا في الفترة الأخيرة، وهو فتح طريق الكباش وأيضا نقل المومياوات، وهذا إن دل على النهضة الحضارية لمصر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل ذلك وأكثر، ومصر وبلادنا العربية بأجمعها من المغرب العربي لوادي النيل للقرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية وفي كل مكان لم تتوقف يوما عن إدهاش العالم لجعلها منبر للسياحة في العالم أجمع، وبخاصة التاريخية والدينية وأيضا العلاجية والثقافية والحضارية. سنتحدث بعد هذا الفاصل مع ضيف حلقتنا الدكتور مجدي صادق، خليكم معنا. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts as we are now landing.